أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم. نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض، أبدأها بالعناوين. السيسي لكيري حريصون على التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. السيسي لوزير الداخلية ومساعديه محاسبة كل من يخطئ سواء من الشرطة أو المواطنين. مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة يوافق على برنامجها بأغلبية 433 صوتا. صبحي يشهد أضخم بيان عملي لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة إمداد واحد. الداخلية سحب السلاح من أمناء الشرطة بعد موافقة النواب. الداخلية تخصم مكافأة لمدلي بمعلومات عن هاربين من السجون. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، وذلك بحضور وزير الخارجية المصرية سامح شكري. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الرئيس رحب بوزير الخارجية الأمريكي، مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربا عن حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة على كافة الأصعدة. وأشار الرئيس إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بما يمكنهما من مواجهة مختلف التحديات، لا سيما في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي من توتر واضطراب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التيقظ من محاولات النيل المؤسسات الوطنية وتعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة بهدف إثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد، مشددا على ضرورة محاسبة ومساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين. وأكد السيسي أنه رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومحاسبة مرتكبيها بشكل فوري. وافق مجلس النواب في جلسته المعقدة اليوم الأربعاء للتصويت على برنامج الحكومة على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بأغلبية 433 صوتا، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت ورفض 38 نائبا منح الثقة بعد 24 يوما للنقاشات الساخنة والجدل حول برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان يوم 27 من مارس الماضي. شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي البيان العملية لهيئة الإمداد والتموين إمداد واحد، وذلك بالاشتراك مع عدد من وحدات وتشكيلات الجيش الثاني الميداني. ويأتي البيان العملي لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة في إطار خطة التدريب السنوية للتشكيلات والوحدات وتزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى 34 لتحرير سيناء. قال أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام إنه سيتم سحب السلاح من أمناء الشرطة أثناء الراحة عقب إقرار التشريعات الجديدة للوزارة وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها. وأشار عبد الكريم إلى أن الوزارة أجرت عدة تعديلات تشريعية على قانون الشرطة وانتهت منها وأرسلتها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها قبل إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها ثم عرضها على مجلس النواب. ومن جهة أخرى وصلت وزارة الداخلية نشر أسماء وصور الهاربين من السجون وكذلك الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وخصت مكافأة مادية لكل من يدلي بمعلومات لإلقاء القبض على الهاربين. وناشدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء المواطنة التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية وإدلاء بأية معلومات تساعد في إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين. وخصت الوزارة أرقام تليفونات وكذلك أرقام تليفونات قطاع حقوق الإنسان والخط الساخن والبريد الإلكتروني الخاص بقطاع حقوق الإنسان للتواصل مع المواطنة في هذا الشأن.